في هذا الفيديو راح نلعب ماينكرافت بثلاث تحديات صعبة وغبية. وأول تحدي عندنا هو تحدي أني ألاقي أندر خمس أشياء موجودة في ماينكرافت. واحد من هذه الخمس أشياء هو حرفياً أندر شي ممكن تحصله في اللعبة. وعشان نصعب التحدي أكثر راح يكون عندي بس ثلاث ساعات عشان نجيب هذه الخمس أشياء. وإذا خلص علي الوقت راح أخسر في التحدي وأعيد كل شي من الصفر. ولكن قبل ما نجيبه خلنا نبدأ بالأشياء الأسهل شوي. مثلاً راس الكريبر، احتمالية أن كريبر يطيح لك راسه هي 1 من 20، وهذا الاحتمال بالنسبة المئوية هو 0.005%. طبعا هذه الاحتمالات حرفيا مرة نادرة، فأتوقع أني راح أجيب لي سيف مطور لوتينج 3 عشان ترتفع الاحتمالات شوي. سويت لي أغراض من حجار وبعدها بدأت بأني ألوت القرية وأسوي لي أكل. أوكي صار عندي كمية حلوة من الأكل، الحين أتوقع أني على طول راح أنزل لكهف. أوكي ديم يا عمي لقيت كهف حلو. قبل ما أبدأ أجمع دايموند عشان أسوي لي سيف قررت أني أسوي كل أغراضي من آيرون في البداية. أوكي هلا والله بال كهف العملاق. اوه ليتس جو، في دايموند هنا بس في كثير وحوش. ايش ذا؟ اوكي جيب الدايموند يا عمي ما حد مهدا. اوه ليتس جو دايموند زياده. اوكي جيب لي السيف دايموند، والحين الشيء الوحيد اللي باقي هو اني اجيب التطويره لوتينج 3 من القرويين. قبل ما اطلع من هذا الكهف جمعت شوي ايرون عشان اسوي له انفل، وبعدها رجعت للقريه وسويت له هذه الاله. اوكي توظف يا قروي. المهم سويت الحفرة وبدأت بأني أتقايض مع القروي فيها. ليتس جو لوتينج 3 على طول. كم؟ 23 إمرالد وكتاب. رحت وبدأت أجمع إمرالد وجبت الكتاب على السريع وبعدها رجعت للقروي. جيب الكتاب لوتينج 3 وراح اسمي السيف كريبر هيت جتر. والحين دام صار عندنا السيف اللي نحتاجه فلازم ننتظر لين تجي الليل. اوكي رسميا صارت الليل الحين. اوكي هذا هو اول كريبر راح نقتله. يلا راس. اوكي ما طيح لي شيء. اوكي الكريبر نمبر 2. اوكي ولا شيء. الكريبر الثالث بعد ولا شيء. بدأت بأني أقتل الكريبرات ولكن للأسف حتى باللوتينج 3 اللي عندي احتمالية أن كريبر يطيح لراس للحين مرة نادرة. شوفوا كمية الجم باودر اللي صارت عندي وللحين ما حصلت ولا كريبر هيد واحد. وأنا هنا أوردي صار لي 4 أيام قاعد بس أقتل كريبرات، فقررت أني أبحث في جوجل عن إذا هذا الشيء ممكن أصلا، وطلع أن في طريقة أسهل بكثير من اللي أنا قاعد أسويها الحين، اللي هي أني أجيب التشارجد كريبر وخليه ينفجر على كريبر عادي. ولكن عشان أجيب التشارج كريبر لازم اني اجيب الترايدنت في البدايه. طبعا احتماليه ان الزومبي الغرقان يطيح لي الترايدنت هي 6.25%. اوكي كفو في واحد هنا. يلا طيح لي الترايدنت، طيح لي الترايدنت. اوكي ما طيح لي شيء. بديت بأني اقتل هذول الوحوش لعده ايام ولكن بدون جدوى الين ما سمعت هذا الصوت. وات؟ يا عم عند ترايدنت. دقيقه هل معناته انه راح يطيح لي؟ وات يلا يا رب طيح لي الترايدنت. يا عمي ما طيح لي تستهبل. اكتشفت ان لازم يكون الزومبي ماسك الترايدنت، ولكن مو بس كذا لازم اكون محظوظ كفاية عشان يطيح لي اياها بعد، وهذا يخلي احتمال اني الاقي ترايدنت اصعب واصعب. كيف واحد عنده ترايدنت ثاني هنا؟ يلا تكفى تكفى يا ليل ما طيح لي. طيح لي الترايدنت كفو. ولكن زي ما شفتون الترايدنت على حظي باقي شوي تنكسر، فلازم الحين اني اجيب لتطويرة مندينج عشان ارجعها زي ما كانت، وبعد لازم اجيب لتطويرة تشانلينج عشان اقدر اني احول الكريبر الى تشارجد كريبر. فياب الحين لازم اني اجيب تطويرة مندينج. كفو مندينج. كي جيب كتاب واحد واخيرا يبدينا اني اطور الترايدنت الى مندينج وارجع الدرابلتي حقها زي ما كانت. ليتس جو. رجعت الدرابلتي حق الترايدنت وبعدها رجعت للتقايض مرة ثانية عشان الاقي تطويرة التشانلينج. تشانلينج بوم وبوم وبوم. والحين دام صار عندنا الترايدنت اللي نحتاجها فكل اللي لازم اسويه هو اني انتظر الين ما تمطر عشان يرسبن البارق لما اضرب بالترايدنت. اوكي ليتس جو يا عمي قاعد تمطر بغزارة. في كريبر هناك اذا ضربته المفروض يتحول الى تشارج كريبر. ليتس جو صار تشارج كريبر. اوكي تعال تعال هنا انفجر. كفو كفو. وين الرؤوس؟ وات ليش في بس راس زومبي طاح؟ وات. اوكي في كريبر هناك. يلا صير تشارج كريبر. لازم الحين اني ادور عن كريبر ثاني يا عمي سكلتون. في كريبر ثاني هناك كفو. يلا انفجر. لا يا ليل الموضوع طلع اصعب من اللي توقعته، فسويت له حفره او ايا كان هذا الشيء. اوكي كفو تعال انفجر هنا. طيح لي راس. ما مات يا عم. ايش ذا؟ تشارج كريبر ما قتله. ليتس جو
ليتس جو. واخيرا جبته، والله مره تعذبت عشان اسوي كذا. ولكن هذا كله عباره عن اول شيء نادر بنجيبه. للحين في اربع ايتمات باقيه بنجيبها، ولكن قبل ما نروح لها خلنا نوقف هذا التحدي شوي وننتقل للتحدي الثاني. في التحدي الثاني لازم نموت 20 طريقه مختلفه خلال ساعه واحده بس، والموت من الموبات ما ينحسب. اوكي راح ابدا هذا التحدي باني اموت بطرق سهله، مثلا اني اموت بالساند او اني اموت بالغرق وبعد اني اموت بالفول دامج. اوكي وبهذه السهوله متنا 3 مرات، ولكن الحين الوضع راح يصعب اكثر لاني ما اقدر اني اكرر الطرق اللي مت فيها، وما اقدر حتى اني اموت من المبات، فلازم اني الاقي كثير طرق عشان اموت فيها. ولكن في البدايه خلينا نسوي لنا اغراض من حجر. اوكي صار عندي اغراض من حجر وفي بركه لافا هناك. قتلت شوي خرفان عشان اسوي لي سرير. اوكي يمدينا اني اخلي الريسبون بوينت هنا واموت في اللافا، والحين راح ارسبن على طول جنبها. اوكي حاليا متنا 4 مرات من اصل 20، وفي كم من طريقه سهله ابي اني اسويهم من الحين، مثلا اني اموت بالجرافل واني اموت بالفلنت اند ستيل. اوكي كفو الحين الليل، الحين نقدر ان احنا نجمع شوي ساند ونقتل شوي كريبرات عشان اسوي لي تي ان تي واقدر اني اموت بانفجار. مع السلامه. وبعد بما ان الحين الليل وفي اندرمان هنا فيمديني اني اموت بالاندر بيل كذا، وبعد يمدينا الحين اني اموت من الهانجر. اوكي كفو خلص الهانجر، اتوقع اني راح اموت الحين. ياب وكذا نكون متنا ب9 طرق مختلفه في 20 دقيقه، ولكن الحين الطرق راح تصير اصعب لان الحين لازم ان نروح الى النذر. بديت باني اسوي البوابه، ولكن قبل ما نشوف موتات النذر بنوقف هذا التحدي شوي بعد وننتقل للتحدي الثالث اللي هو تحدي اني اقتل كل البوسات في اللعبه خلال 2 ساعة بس. اوكي في البدايه قبل ما ابدا اني اقتل اي بوس ابغى اني اسوي كل اغراضي من دايموند عشان اكون جاهز عشان اقاتل كل البوسات. بديت باني اسوي اغراض من حجر واجمع لي اكل، ولقيت لي بركه لافا تذكرها لان راح نرجع لها بعدين، وبعدها على طول نزلت لكهف. اوكي هلا والله بالكهف يا عمي. بديت باني اجمع ايرون وسويت لي بيكاكس وشيلد. اوه ليتس جو كفو، هذه هي اول حبه دايموند. اوه في بعد واحده جنبها هنا. ليتس جو. طبعا الحمد لله حظي في تجميع الدايموند في هذا الكهف كان حلو، وقدرت اني اجمع كل دايموند اللي احتاجه في نص ساعه. اوكي زي ما تشوفون صار عندنا 34 الماس اللي احتاجها، فالحين لازم ان نطلع برا الكهف ونسوي كل اغراضنا من دايموند. فالحين زي ما تشوفون صرنا مدرعين فول دايموند ارمور، ولكن زي ما تعرفون البوسات حرفيا مره اقوياء. فالحين الشيء اللي ابغى اسويه هو اني اطور الدروع هذه الى بروتكشن اي في. رحت روضت الحصان عشان يسهل علي التنقل. يلا يا حصان بروحك اسود. اوكي حباني ليتس جو. وش ذا البط يا عمي، والله ان شاء الله ما خفت من اللي صار لخويك، بس المهم حبني. ديم والله هذا اسرع بكثير كفو. المهم الحين نقدر ان نبحث عن قريه، واتوقع اني لقيت. وات رحت لهذه القريه ولقيت هذا البيت اللي فيه مكاتب، فسرقتهم وسويت لي مكان للتطوير. احا والله كفو اوردي اقدر اطور على بروتكشن 3، ولكن في البدايه احتاج اني اجمع شوي اكس بي. بديت باني اقتل الحيوانات عشان الاكس بي، وبعدها نزلت في كهف على السريع عشان اجمع شوي لابس. اوه كفو في لوتينج 3 هنا، جيب سيف لوتينج 3. هذا السيف مره راح يساعدني عشان اجمع رؤوس الوذر في النذر بعدين. الزبده كملت في تطوير اغراضي، وهذه هي التطويرات اللي طلعت بها في الاخير. والحين بما ان عندك هذه الاغراض فحان الوقت اني اقتل اول بوس في هذا التحدي اللي هو الالدر جارديان. ولكن قبل ما نروح له خلنا نرجع ونشوف كيف راح نلاقي جولدن ابل المطوره في التحدي الاول. طبعا في كثير اماكن اقدر الاقي فيها جولدن ابل المطوره، ولكن الاحتمالات تختلف من مكان لمكان. بديت باني اجدف بالقارب بحثا عن اماكن الاقي فيها جولدن ابل المطوره. اوه في روينج بورتال هنا، روينج بورتال في احتمال انه يكون فيها جولدن ابل المطوره، فخلنا نشيك. اوكي ما فيها شيء. وتش ذا؟ اوه هذه سفينه. اوكي اذا ما خاب ظني حتى السفن في احتماليه اني الاقي فيهم جولدن ابل المطوره. او هذا هو اوكي ما في جولدن ابل المطوره بعد. اوكي في روينج بورتال ثانيه هناك. ولكن جنب هذا الروينج بورتال كان في معبد الادغال اللي فيه احتماليه 12% اني الاقي فيه جولدن ابل مطوره. اوكي في تشست هنا. اوكي ما في جولدن ابل مطوره. اوكي في تشست ثاني هنا، ما في جولدن ابل مطوره بعد. يا عمي ايش ذا، والله الموضوع طلع اصعب من اللي توقعته. انا هنا قررت اني اروح لمكان فيه كثير تشستات وفي احتمال حلو اني الاقي فيه جولدن ابل مطوره اللي هو الماين شافت. المهم التشستات اللي في الماين شافت فيها احتماليه اكبر اني الاقي فيها جولدن ابل مطوره، فعشان كذا اني اكون هنا احسن بكثير من اني ادور ستركتشرات. اوه في تشست هنا يا رب. اوه في تشست ثاني هنا، تفاعل انت.
قلتلك متطوره يا عم وات بسرعه. والله توقعت اني باخذ وقت اكثر بكثير ولكن لقيناها بسرعه. ليتس جو. زي ما شفتون حصلنا اول ايتمين، والايتم الثالث اللي بنلاقيه هو راس الويذر سكيلتون اللي احتماليه اني الاقيه اقل من الجولدن ابل المطوره ب 0.1% بس. اوكي بما اني اورد في كهف فيمديني اني استغل اللافا اللي حولي واسوي فيهم بوابه نذر. اوكي يلا يلا بوم ولع البوابه. اوكي رسبنا. وبالمناسبه السيف اللوتينج هذا اللي عندي حرفيا مره راح يفيدني في اني اجيب راس الويذر. اوه ليتس جو يا عمي. قلعه هناك يا عمي. وات ايش صار؟ المهم رحت لهذيك القلعة على طول. أحا يا عمي في واحد وراه يوردي. ما مداني أقول حتى أنا دخلنا للقلعة يا عمي موت. أوكي ما طيح لي راس. أوه في وذر هناك. أحا لا. آه يا عمي وات شو ذا السهولة. والله ما أدري هل أنا محظوظ ولا هو سهل صار ولا إيش فيه. المهم راس الوذر تم. والحين لقينا اول ثلاث ايتمات وباقي بس اندر ايتمين موجودين في اللعبه. ولكن قبل ما نلاقيهم خلنا نروح نقتل الالدر جاردين في التحدي الثالث. طبعا المكان اللي موجود فيه هذا البوس هو البحر، فياب لازم اني الاقي بحر. الحين بديت باني امشي بالحصان بحثا عن بحر وقدرت الاقي واحد بعدها بشوي. اوكي يا حصان مهمتك تنتهي الان. الحين حان الوقت للبحث في البحر وبديت باني ابحث عن معبد محيط في البحر لمده 10 دقائق تقريبا الين ما لقيت واحد. اتوقع ان الحين جاهز 100%. وياب خلنا ننزل على طول للإلدر جارديان. أوه يا عمي عطانا الإفكت هذا حقه. أوه هذا هو. تعال يا كلب ليش تعطينا إفكت؟ حرفيا سيف مطور شاربنس آي في فرح يكون جدا قوي عليه. لا 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 لا. أوكي تعال تعال. لا 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 لا. وقف وقف وقف. ما راح خليه يضربني. تعال هنا تعال. موت موت. وات بسهولة. Let's go. Let's go. والله كفو قدرت اني اقتله. طبعا هذا البوس هو اسهل واحد بنواجهه في هذا التحدي. الحين راح ننتقل للبوسات اللي اصعب شوي زي التنين والوذر بوس. طبعا زي ما تعرفون عشان نقتل التنين لازم ان نروح للنذر ونجيب بليز رود واندر اي. فالحين الشي اللي راح اسويه هو اني راح ارجع لللافا بول اللي لقيتها في البدايه. اوكي حصلت اللافا بول هذيك هي. المهم خلنا نسوي بوابه النذر. ولع البوابه ويلا ليتس جو خلنا نروح النذر. اوكي عندي سيف اللوتينج هذا اللي راح يساعدني عشان اجمع كل شيء. الزبده لقيت قلعة وبدت بأني أقتل البلايز عشان البلايز رود وأقتل ويذر سكيلتون عشان أجيب رؤوسهم. أوه وات هذا السيف في سحر ولا إيش يا عمي؟ ثلاث رؤوس وذر يا عمي. ارمي هذا الخروف الأسود ذا. كيف حصلت ثلاث رؤوس وذر من جماعة واحدة بس؟ وات ما أدري كيف هذا الشي صار. بس المهم كان هذا البيوم اللي يرسبنون فيه الاندرمان جنب القلعة فعلى طول رحت له. هلا والله بالاندرمان. ليش كمية كبيرة لهالدرجة في منهم؟ وبدأت بأني أقتل الاندرمان إلين ما حصلت العدد اللي أبيه من الاندر بيرل. أوكي خلاص صار عندك فاية اندر بيرل. الحين كالعادة هذا يمديني اني اسوي لي اي اوف اندر. اوكي وانهي البوابه في هذيك الجهه. كفو يلا اسف يا حصان على التاخير. لا لا تطيح في اللافا. اوكي طاحت في اللافا. ليتس جو. المهم بينما انا رايح للاند عشان اقتل التنين خلنا نرجع مره ثانيه للتحدي الثاني. اوكي يلا بسم الله خلنا نروح للنذر. اوكي اول طريقه يمدينا ان نموت فيها هي انفجار السرير. اوكي والطريقه الثانيه اللي يمدينا ان نموت فيها في النذر هي بالماجما بلوك. اوكي جيب الماجما يلا بسرعه باقي لي بس نص ساعه عشان اكمل في التحدي. بس المهم الحين راح اروح للاند في هذا التحدي بعد لان في الاند في ثلاث طرق مختلفه اقدر اني اموت فيها. فحرفيا ان اروح للاند هو احسن شيء ممكن اسويه حاليا. اوه في قلعه على طول هنا جنبي. ليتس جو. الزبده جمعت البلازرات اللي احتاجها على السريع وبعدها رجعت للمكان اللي مت فيه بالماجما بلوك عشان اقتل الاندرمان. ولما رجعت للعالم العادي سويت لي اي اوف اندر واتبعتها الين ما وصلت للسترونج هولد. اوه ليتس جو وصلنا حق السترونج هولد. اوه كفو يا عمي في دروع زياده هنا. ليتس جو. اوه كفو هذه البوابه. اوكي لا تسالوني كيف بس هذه البوابه فيها حرفيا قد عدد الاي اوف اندر اللي احتاجه عشان افتحها. بس المهم خلنا ندخل الاند عشان نموت. المهم في نفس هذا الوقت كنت موصل للسترونج هولد في تحدي قتل البوسات. اوكي كفو يا وات يا عمي على طول عند البوابه وصلنا. بوم يلا يا تنين هل انت مستعد؟ خلنا نروح نقتل التنين. يلا ليتس جو. في البداية قتلت كم من اندرمان عشان اخذ منهم الاندر بيرل وافجر الكريستالات فيهم. اوكي الاندر كريستال الرابعة القام. اوكي الحمد لله ان عند رسبون في القرية. اوكي يا عمي هذه اغراضي. والله لا تموت هذه المرة يا اندر دراجون. اوكي كفو كسرت كل الكريستالات. الحين الشيء الوحيد اللي باقي هو هذا الاندر دراجون المعفن. تعال يا اندر دراجون. يا عمي كيف السيف الشارب نسايت فيه دمجه بس كذا؟ يلا مو مشكله باقي بس اني يموت كم من مره وبعدين راح اقدر اني اقتله. اوه
اوه نزل اندر داجل مرة ثانية. يلا 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 وصل نص هيلث كفو. عندي احساس انه راح يموت في هذه المرة. يلا يلا ما باقي شيء ما باقي شيء. اوكي 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 رطر رطر يا عمي. لا 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 اوكي 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 قاعد ينزل. ليتس جو. يلا مع السلامة يا اندر دراجون موت. اوكي حرفيا باقي لي بس نص ساعه عشان اقتل الوذر بوس والواردن، فما عندي وقت عشان احتفل باني قتلت التنين. لازم اني على طول اروح ادور لكهف واقتل فيه الوذر. او ليتس جو ليتس جو، هنا في كهف والله مناسب عشان اقتل فيه الوذر. كم هير يا وذر، ما راح تعيش ما راح تعيش يا وذر. الشاربنس ما يدمج كثير، مو نفس السمايت، ولكن الحين راح تموت يا وذر. يلا 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 وصلنا سلفه. احا 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 بموت 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 بموت. ما ابغى اني اموت مره ثانيه، اذا مت هنا حرفيا راح اجيب ام العيد. يلا 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 وات يا عمي حبسته. لا يا عمي والله انا عضل. يلا 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 كفو مات. ليتس جو. والحين بعد ما قتلنا التنين والوذر باقي لنا بس 20 دقيقة عشان نقتل اقوى بوس في اللعبة، ولكن قبل ما نروح له خلنا نرجع ونشوف اخر ايتمين نادرين بنجيبهم. طبعا ثاني اندر شي ممكن تجيبه في ماينكرافت هو التوتم، وطبعا في طريقتين عشان نجيبه. واحد اني اروح لمانشن واقتل الايفوكر عشان يعطيني التوتم، واثنين يمديني ابدا ريد في قرية ولما يجيني الايفوكر في الريد اقتله واخذ التوتم. وانا قررت اني بروح الى مانشن لاني وانا اتمشى لقيت البايوم اللي بين في المانشن، ولكن قدرت الاقي واحد بعد كثير وقت. هل ترون ما اراه؟ مانشن ليتس جو. هذا المكان مره خطير فلازم اني اكون حذر فيه. دخلت لهذا المانشن من الطابق اللي فوق. اوه وات يا عمي في فوكر هناك. يلا يلا يا رب. يا عمي في وراي بليجرز بعد. تعال يا فوكر تعال لا تهرب يا عمي سريع. احا احا بموت يا عمي. والله معطلين والله معطلين والله معطلين. يلا راوند 2 يا فوكر راوند 2. توتم طيح لي توتم. البسه يا عمي والله جبناه بكل سهوله كفو. والحين كل اللي باقي اني اجيبه هو اندر ايتم في اللعبه اللي هو الدراجون ايج. على حسب موقع ماينكرافت هذا هو اندر شي ممكن تحصله، لانه يعبر عن انك قدرت تقتل التنين وتختم اكبر تحدي موجود في اللعبه. فالحين لازم اننا نروح للاند ونقتل التنين ونجيب البيضه قبل ما يخلص الوقت. فيب الحين ايش اللي لازم اسويه هو اني ارجع للنذر اجمع بلازرود واندر بيرل وبعدين اروح للاند. اوه كفو في لافا بول هناك. اوكي يلا ولع البوابه. اوكي كفو في قلعه وفي هناك بلاز بونر على طول. بديت باني اجمع البلاز رود والاندر بيرل كالعاده، وبعدها سويت لي اي اوف اندر. المهم وين راح توديني؟ اوكي في هذيك الجهه. وبعدها سويت لي قوس جديد وبديت باني اقتل سكيلتونز في الليل عشان اجمع منهم اسهم. او كفو وصلت للسترونج هولد. او ليتس جو هذه البوابه. اوكي حرفيا ما عندي وقت لازم اني اروح بسرعه. يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي يلا خلينا نبدا بان نفجر الكريستالات. بديت باني افجر الكريستالات بسرعه، والحين باقي بس اني اقتل التنين وباقي له وقت جدا قليل عشان اسوي هذا الشيء. كفو باقي بس التنين حرفيا وقاعد ينزل بعد. ليتس جو يلا يلا بسرعه بيخلص الوقت يا عمي. اوكي ابلع يا تنين ابلع. يلا 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 انزل 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 سريع سريع ما عندي وقت ما عندي وقت. الوقت قريب بيخلص. اوكي 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 يا عمي الوقت والله قريب بيخلص. تكفى انزل يا عمي ما باقي وقت. اذا ما مات في هذه النسله فبيخلص الوقت علي وبخسر. يلا موت. تكفى لا تطير تكفى لا تطير تكفى لا تطير. يلا يلا تكفى 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 ما باقي شيء ما بقى شيء. ليتس جو يلا يلا سريع سريع سريع. جيب البيضه جيب البيضه. ليتس جو هذه. اوه شت والله بغي يخلص الوقت علي. زي ما شفتون قدرنا نفوز في التحدي الاول، ولكن للاسف الحظ ما كان يحالفني في تحدي قتل البوسات. اوكي هذا هو. بس يا عمي ليش كذا صغير هالمره؟ اوكي وين هو المكان؟ او هذا هو هذا هو الشيء اللي يرسبن من الواردن. يلا متى؟ يا يا عمي ادري انه بيرسبن بس بعد يخوف. موت يا عمي نايس قتال واردن الصراحه. يا عمي تستهبل انا رسبنت هنا اخر مكان نمت فيه. يا عمي ذا المكان مره بعيد عن المكان اللي لقيت فيه الواردن، وحتى لو رجعت هناك الواردن حرفيا موجود عند اغراضي. لا تستهبل صح والله كان المفروض اجيب لك جولدن اب المطوره. زي ما شفتون للاسف خسرت في هذا التحدي، والحين باقي بس التحدي الاخير. اوكي اول طريقه راح اموت فيها في الاند هي عن طريق الاند كريستال. يلا يا اند كريستال فجرينا نفس ما سويت في التحدي القبلي. اوكي ثاني طريقه بدون ما
اطول هي عبارة عن الفويد. اوكي اي ام باك. ثالث طريقة راح اموت فيها في الاند تحتاج التنين. اوكي كفو، الطريقة الثالثة جاية ليه؟ هذه الطريقة الثالثة اللي راح اموت فيها في الاند عن طريق الاندر دراجون بريث. بعد ما طلعت من الاند رحت لكهف وجمعت لي كمية من الايرون. اوكي بالنسبة للطريقة ال 15، لا يا عم، المهم الطريقة ال 15 راح تكون الانفل. اوكي الحين باقي لي تقريبا 10 دقائق عشان الاقي 5 طرق اموت فيها، حرفيا ما ادري ايش اسوي. اوه دقيقة، وات يا عمي، هذاك البايوم جنبي حرفيا. طبعا في هذا البايوم موجودة هذه النباتات اللي تقدر تقتلني اذا تحركت فيها. كفو، في مجموعة منهم هنا. اوكي الطريقة 16 راح تكون السويت بيري، الطريقة 17 راح تكون الكامب فاير. اوه يا عمي قاعد تبطر، والله جتني فكرة. والفكرة هذه هو اني اقتل نفسي بالبرق بهذه الآلة. يلا يا برق انزل، يلا ليتس جو برق، ليتس جو. كفو، باقي لي 4 دقائق بس عشان اموت مرتين. اوكي بالنسبه للموت 19 مدينه اني اقتل نفسي بسهم كذا. ليتس جو، باقي بس شي واحد اموت فيه. يا عمي ايش باقي ما اموت فيه؟ في النهايه جتني فكره في اخر دقيقه بعد ما لمحت بركه اللافا هذه، لازم اني اوصل لللافا اللي هناك. والله جتني فكره اسطوريه، والله اذا قدرت اني اسوي الشيء اللي في بالي والله اني بكون اسطوره. اوكي حط بلكه هنا، انا محشور في بلكه اوبسيديان. ليتس جو، حرفيا التايمر باقي له تقريبا 15 ثانيه بس وقدرت اني احشر نفسي في بلكه اوبسيديان. ليتس جو، كذا نكون فزنا في هذا التحدي.